مساخر عليكم أعزائي المستمعين ومتابعي راديو جامو في كل مكان، حلقة جديدة من برنامج حواديت الخميس مع دينا محمد وردينا عادل. الحقيقة إن النهاردة الحلقة مختلفة جداً، وده يمكن لأنها للأسف آخر حلقة في الموسم. والأكيد إنها مختلفة لأن بطل حكايتنا واحد مننا وشبهنا، وهو الصياد البسيط اللي كل هدفه إنه يروح لزوجته وأولاده بالأكل. الصياد ده كان مجتهد جدا وبيخرج من بدري يرمي شبكه ويفضل يدور كتير في أي مكان علشان يصطاد. وفي يوم من الأيام خرج يصطاد، وبالفعل رجع بصيدة سمك فرح جدا، وروح بسرعة لزوجته وأولاده اللي مستنين الأكل، ودى السمكة لزوجته وطلب منها تنظفها بسرعة علشان يأكلوها، وهي طبعا وافقت. وهي بتنظف السمكة لقت حاجة غريبة جوا بطنها، فحصتها لقيتها لؤلؤة نادرة الوجود شكلها جذاب جدا. جريت بسرعة على زوجها وقالت له: لؤلؤة، أنا لقيت لؤلؤة في بطن السمكة. استغرب وكانوا مبهورين قوي، وبعد شوية خدها وقال لها إنه هيبيعها ويشتري بتمنها أكل تاني غير السمك. وراح فعلا لبيع اللؤلؤ في السوق وطلب منه إنه يشتريها، ورغم إعجابه الشديد بيها إلا إنه رفض، وقال له إنه ما يقدرش على تمنها وإنها غالية قوي عليه، ونصحه إنه يروح لشيخ بائع اللؤلؤ في المدينة جايز يكون معاه تمنها. ولكن للأسف حتى الشيخ بائع اللؤلؤ ما يقدرش على تمنها لأنها أغلى ما يمكن ولا تقدر بثمن. فقال له: بص يا ابني، انت معاك كنز وجوهرة ثمينة جدا محدش يقدر يشتريها منك غير والي المدينة، روح اعرضها عليه. راح الصياد وفضل واقف قدام باب القصر لحد ما سمحوله بالدخول، وعرض اللؤلؤة على الوالي وعجبته جدا ووافق يشتريها من الصياد، ولكن بسبب قيمة اللؤلؤة عجز عن تحديد تمنها، وعرض على الصياد انه يدخل الخزنه الخاصه بيه لمده 6 ساعات وياخد منها اللي يعجبه، وده هيكون تمن اللؤلؤه. الصياد استغرب وقال له: 6 ساعات كتير قوي يا مولاي، ما كفايه 2. الوالي رفض وقال له: هم 6 ساعات. ودخل الصياد جوه الخزنه اللي كانت عباره عن غرفه كبيره متقسمه على 3. التلت الاول فيه مجوهرات وكنوز نادره جدا، والتلت التاني في أفخم أنواع المفارش من الحرير وغيره من الخامات عالية الجودة، والتلت التالت في كل ما لذ وطاب من أنواع المأكولات والمشروبات. وقف الصياد قصاد كل دوت ومبهور يبدأ بإيه، وبعد تفكير كبير قرر يبدأ بالأكل علشان يتغدى ويقدر يجمع الكنوز بمزاج. وفعلا فضل ياكل لمدة 2 ساعة كاملين لحد ما مال بطنه على الآخر، وبعدين قرر إنه ينام شوية في تلت المفروشات، ولكن الوقت سرقه بدل ما يريح 2 ساعة ريح 4 ساعات. وصحي فجأة على صوت الحارس بيخرجه من الخزنة وبيقوله الوقت خلص. فضل الصياد يزعق ويسأله على الساعة وانه ملحقش يجمع اللؤلؤة والوقت دوت مش كافي، لكن بدون اي فايدة خرجوا الحارس برا الخزنة وبرا القصر كله وقال له: فرصتك وانت اللي ضيعتها، كان اولى بيك انك تجمع الكنوز من التلت الاول وبعدين تخرج تشتري بيهم أكل ومفروشات وكل اللي نفسك فيه، بس انت نظرتك كانت محدودة للأسف. في النهاية عايزين نقول لكم ان عقل الإنسان هو الجوهرة الحقيقية اللي متقدرش بتمن، ولازم يكون حكيم نفسه وتصرفاته. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة والموسم بتاعنا كمان، بنشكركم على متابعتكم لينا وتفاعلكم، بنتمنى نكون كنا ضيوف خفيف عليكم وأفدناكم. شكرا ليكم وتصبحوا على ألف خير.